أما موقع الجزيرة مدفع قد ركز على إعلان شركة الخطوط الجوية الفرنسية تعليق رحلاتها حتى إشعار آخر فوق البحر الأحمر، وذلك في إجراء احترازي بعد أن أبلغ طاقمها عن وجود ما وصفته بالجسم المضيء فوق السودان. بحسب الموقع، فقد ذكرت شركة الخطوط الجوية الفرنسية أن خط سير بعض رحلاتها قد تغير وأن بعض الطائرات قد عادت أدراجها نحو المطارات التي أقلعت منها، مشيرة إلى أنها تراقب باستمرار تطور الوضع الجيوسياسي في المناطق التي تخدمها طائراتها وتحلق فوقها من أجل ضمان أعلى مستوى من السلامة والأمن للرحلات الجوية. وفقا للجزيرة، فإن تعليق الخطوط الجوية الفرنسية رحلاتها فوق البحر الأحمر يأتي في ظل استمرار استهداف الحوثيين للسفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر منذ عام تضامنا مع فلسطين، وقد أدت الهجمات إلى تعطيل الملاحة البحرية بشكل كبير.